السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. السلام عليكم. نقولوا بسم الله. لهنا نديروا شوية تاع الثوم، راح ندير وصفة تاع شطحة تاع الدجاج. ندير شوية تاع الملح، ندير شوية تاع فلفل الكحل، ندير الدرسة تاعي كان في المهرز كما راكم تشوفوا، ندير شوية تاع الكمون، هاوليك شويه تاع قرفه ماشي بزاف، فوالا ودهنا ندير شويه فلفل حار. كما راكم تشوفوا لهنا ندير شويه تاع الزيت، فوالا ندير شويه زيت، ندير الدجاج تاعي، فوالا شويه جنيحات، شويه صدر تاع الدجاج. ندير هذيك الدرسه كامل اللي درستها، نزيد لها شويه تاع الماء سخون، هنا نعمل لها الحميصه كما راكم تشوفوا، ديجا الحميصه هي طيبه، نخليها تكتك شويه برك. هي ميجوت ان بو بعد لها لي فريت. وبغيت قلت لكم سمحوا لي قلت لكم ديرها ندير البلاطة في المرقه، نسيت والله نسيت. فوالا لهنايا كي طافت الحميصه مع الدجاج وكل ولا غي جوي دو صوص، ندير لها البطاطا تو لو تو. البطاطا ديجا قليتها كما راكم تشوفوا، نزيد نخليها طيب شويه برك تجمر، تجمر غير شويه برك ونطفي. دوك لهنا نطفي، نطفي عليها خلاص.